السلام عليكم. اهتزت الساحة الأمنية مؤخرا على وقع خبر صادم وفاجع لما راح ضاحيتها ضابط وسائق سيارة، وهذه التفاصيل الكاملة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. عرف طريق سيار شرق غرب اليوم الأربعاء حادث مرور مروع بمنحدر المنصورة من برج بوعريريج اتجاه الجزائر العاصمة. وقالت مصادر محلية على الفيسبوك أن سيارة تابعة لعناصر الشرطة الجزائرية اصطدمت بشاحنة نصف مقطورة من الخلف، حيث توفي فيها شخصين منهم عواج محمد عجيب وهو ضابط ومحافظ الغابات لولاية تبسة رفقة السائق مروح عبد الجليل. وتفاعل الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المصاب الجلل ودعوا للفقيدين بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ألم وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.